السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي، ما زلنا مع تفسير الأحلام. والنهاردة جماعة هتكلم عن رؤية الانفصال في المنام. هتكلم عن رؤية الانفصال. لا يشترط أن يكون هناك انفصال في الحقيقة. أنا هتكلم عن لمجرد أن أنت في المنام شفتي رؤية الانفصال، مش شرط إذا كان في انفصال في الحقيقة ولا لا. فهتكلم عن 7 أحوال للانفصال، وكل حالة لها معنى، بمعنى ان على حسب حالتك هبدأ افسر. 7 حالات دول عايزكم تركزوا معايا فيها، لان كتير من الناس بتكتب رؤية انفصال. انا شفت ان انا انفصلت عن حبيبي. اكيد سبحان الله العظيم، وده شيء مهم جدا، ان انا لازم اسأل بعض الاسئلة، وده بعض الناس اللي بتزعل مني. هو انت لما تكتب لي رؤية انفصال، او انت تكتبين لي رؤية انفصال عن حبيبي او خطيبي، هل معنى الكلام ان انا المفترض اجاوب؟ لا ابدا. ممكن اسالك هل انت فعلا في مشاكل ولا لا؟ هل انت سعيده في المنام ان انت شفت الرؤيه دي ولا حزينه؟ كل الكلام ده وكل حاله بيبقى ليها معنى مختلف، والكلام ده كله لازم اساله. فاحيانا ما بردش لاني محتاج اجابه على اسئله. يا جماعه مش موضوع ان انت تكتب لي العنوان وخلاص على كده، لا. رؤية الانفصال دي أول حالة. رؤية الانفصال عن الحبيب تشير إلى مشاكل قديمة ستعود مرة أخرى. لمجرد أن أنا شفت رؤية الانفصال وأنا مش منفصل عنه في الحقيقة، في مشاكل قديمة هتتفتح تاني. الحالة التانية، رؤية الانفصال في المنام مع ظهور شخص ثالث أنت تعرفيه. أنت تعرفي هذا الشخص. اعلمي أن هذا الشخص سيكون سببا في الفرقة بينكما. الكلام واضح. رؤية الانفصال في المنام أحيانا تدل على ظهور حبيب قديم سوف يفسد عليك حياتك. بعض الناس ممكن يكون لها شخص كانت بتحبه قبل حبيبها اللي موجود ده. طبعا الناس كلها مش كده. اللي عندها الحالة دي رؤيتها للانفصال تعرف ان الحبيب الاولاني هيظهر في حياتك وهيبوظها لك. رؤية الانفصال في المنام تدل على عدم التفاهم في بعض الامور التي تتناقشون فيها. بعض الناس ممكن يكون عندهم اختلاف، فسبحان الله كل حالة وليها معنى. فانا لما اذكر لك 7 حالات دول، الاصل ان انت تشوفي حالتك تتماشى مع مين فيهم، مش شرط ان 7 يكونوا عندك. تمام؟ يبقى أنا ذكرت دلوقتي 3 حالات. الأولى الانفصال عن الحبيب رؤيتها مشاكل قديمة هتتفتح. الانفصال عن الحبيب مع ظهور شخص ثالث، الشخص ده هيبقى سبب في الفرقة بينكما. الرؤية الثالثة قد تدل على ظهور حبيب قديم يريد أن يفسد عليك حياتك. الحالة الرابعة إن رؤية الانفصال في المنام تدل على عدم التفاهم في بعض الأمور. الحالة الخامسة تدل على أنك تريد أن تترك حبيبك لسبب ما. بعض الناس ممكن يكون في الحقيقة عاوز يسيب الطرف الثاني، فينام ويشوف رؤية انفصال. لو هو بالفعل عاوز يسيب الطرف الثاني، رؤيته للرؤية دي يبقى هو بالفعل هيسيب الطرف الثاني. 6 رؤية الانفصال في المنام تدل على أن حبيبك يؤثر في شخص خارجي، في حد بيفسد عليك الطرف الثاني. الحالة 7 وهي الأخيرة، رؤية الانفصال وانت سعيد في المنام تدل على حل المشاكل التي بينكما. دي بعض الحالات في تفسير رؤية الانفصال في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.